أعلنت وزارة الداخلية إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها اعتبارا من صباح يوم الاثنين المقبل. أضافت وزارة الداخلية أنه سيتم توفير المسارات البديلة فيما عدا محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط. سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق. وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارا من غدا الأحد وعقب بدء حظر حركة المواطنين في تمام الساعة 8 مساء سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.